انا عامل الفيديو ده عشان انا تقريبا اتخلقت عشان وانا سايق اعدي المشاة اللي في الشارع. يعني انا معرفش في خلقتي ايه وفي العربية عندي ايه اللي انا لازم اعدي الناس اللي في الشارع واستنى، وانا طبعا ما عنديش مشكلة لان دي حاجة حلوة. يعني انا بعتبر ربنا سبحانه وتعالى ايه بيخليني اهدى كده واعدي المشاة اللي في الشارع بيصعبوا عليا، تمام؟ يعني الدنيا حر وكده. انا بس عندي مشكلة سريعة كده عشان مطولش، في اللي بيعدي الشارع. اللي بيعدي الشارع يا جماعة، انت عندك نقطة هنا وانت عايز تروح في النقطة دي، فبتعدي كده، عدي كده، امشي كده اسرع وبسرعة، والمفروض النافيجيشن بتاع المخ والاتجاهات بتاعتك والكتالوج بتاعك يبقى نازل كده. ليه؟ ده الاسرع لك وافيد لك، تمام؟ انما تعدي النقطة اهي وانت عايز تروح اهو وتمشي كده بقى بالطول كده وبزاوية كده 45 وماشي بقى براحتك خالص، واخدة صاحبتك معاكي واخدة 3 6 جنب بعض، وانا افضل تيت تيت يعني برضو مش عايز انا تيت تيت كتير، مانيش توك توك يعني، تمام؟ بس ما تعديش كده، ده مش طبيعي. اكيد النافيجيشن مضروب في مخك، انت نازل زي بالكتالوج، يعني انت مش عارف تعدي الشارع كده. حتى المشاة معمولة كده، انت معمول كده تمشي كده، انما مش كده وبطيء، انت مش ماشي في غيط يعني، ولا انت ماشية في بتدلعي في النادي بالراحة خالص. والمشكلة لما انت تيجي بقى تقوم مدي كلاكس مثلا، تنبيه، تخبطه بالمرايه قصدي عشان انت ما تبقاش متضايق من جوه، ما في غل برضو. انا ساعات بخبط ناس كده بالمرايه بالراحه، عامل نفسي مش واخد بالي، بس ليه انتقمت يعني؟ عشان حضرتك بريد قوي. فلما تيجي تعمل كده معلش بسرعه بسرعه يعني، والله العظيم لسه مقابل دلوقتي بقى الشخصيه بتاعت باتمان بقى، واحد فاكر نفسه باتمان، يعني هو بقى عايز يعدي قدامي وش بوش ماشي برجله زجزاج. ده بقى عمل لي كده، ده مش كده، ده عمل لي اقف يعني، عم يعمل لي كده اللي هو استنى. انا حسيت بقى انا قدامي، اقسم بالله انا شفته بقى باتمان او سبايدر مان كده، هي افنجر قدامي اهو، هيطلع حاجه من بقه بقى يعني. هو وقفني فعلا، ما اتخضيت. وبعدين ابتدى يعدي زجزاج. يا عم روح في ست، يا عم روح، الله يصلح حالك، روح يا عم عشان هي مش ناقصه سكر. الوحيده اللي بحس انها مسيطره في الموضوع ده وانا بقف لها الامهات لما بتعدي بطفل. ليه بقى؟ ده انا بحس ان عندي فعلا قوه خارقه، افنجر بقى، مارفل بقى، الحاجات ديت. ليه؟ لان هي فعلا اهو واحد عداني بالطول مش مشكله. انا يعني فعلا الام لما بتيجي تعدي كده انا بحس بيها. طبعا دي ام معاها اطفال، بتعمل ايديها كده بس وما تبصش كده، وفعلا كل بيقف يعني. لو مين هيقف بيحس على طول بحاجه نازله من السما كده، اللي انت هتقف اخلاقيا معنويا كيميائيا كرتونيا هتقف. وفعلا بقف وتعدي وترضى وتعدي بقى زجزاج، تعدي بالطول، تعدي بالتسعين زاوية، هي حرة، تمام؟ لأن معاها أطفال ودي مسؤولية عليا وعلى الشعب، تمام؟ لازم نعدي الأطفال دول لأن دول إنتاج محل بلدنا وهيعملوا حاجة كبيرة جدا في المستقبل، مش عارفين هي إيه. فإحنا لازم نعدي الأطفال ده والأم دي والست الكبيرة دي والراجل الكبير ده، بس ما حدش يعدي زجزاج وما حدش يعدي بالطول، وبلاش بلادة لأن مش كل الناس عندها صبر، وهخبطك بالمراية.